حبايبنا الشطار تلاميذ الصف السادس الابتدائي، اهلا بكم في مصر وابنائنا في الخارج. بنقدم لكم النهارده حلقه جديده من حلقات كفاح المصريين ضد الاحتلال البريطاني ثوره 1919. بس قبل ما نبدا بحلقتنا بحب اني ارحب بالاستاذه ايمان سلامه، معلم دراسات اجتماعيه بوزاره التربيه والتعليم. اهلا وسهلا بك. اهلا بيكي مس فوزيه، اهلا بيكو ولادي وبناتي طلاب الصف السادس الابتدائي. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع درس جديد مليان معلومات حلوه، اتمنى ان انتوا تستمتعوا بيه، وان شاء الله اخر الدرس كده تكونوا فهمتوا كل المعلومات اللي موجوده فيه ان شاء الله. النهارده بنتكلم زي ما قلنا عن حلقه من حلقات الكفاح ضد الاحتلال البريطاني اللي هي ايه؟ ثوره 1919. بس طبعا زي ما تعودنا معاكم قبل ما بنبدأ درسنا الجديد بنراجع كده على آخر جزء من الدرس اللي فات. وفكركم اتكلمنا الدرس اللي فات عن مصطفى كامل وعن محمد فريد، كانت آخر جزئية عن محمد فريد اتكلمنا عن كفاحه. لو بصينا سوا على الشاشة هنلاقي في نقاط بتفكرنا بيها زي جلاء الاحتلال البريطاني، إنشاء مجلس نيابي، تأسيس حكومة وطنية مستقلة، إنشاء مدارس ليلية لتعليم العمال والفقراء بالمجان، وكمان رفض مد امتياز قناة السويس، شركة قناة السويس 1910. دي كانت الجهود أو كل ما نادى به محمد فريد، ونادى بحاجات تانية كتير دي كانت أهمها. لكن بعد كده محمد فريد تم تضييق الخناق عليه أو تم التضييق عليه، فلقى نفسه أنه مش عارف يتعامل في وسط هذا التضييق من الاحتلال البريطاني في الوقت ده، فمد نشاطه خارج مصر ووصل إلى أوروبا وشارك في الكثير من المؤتمرات لعرض المشكلات اللي بتواجه المصريين في ظل الاحتلال البريطاني، وحتى توفى في 1919. دي كانت مراجعة سريعة على آخر جزئية كانت في الدرس اللي فات. لكن النهاردة زي ما احنا قلنا درسنا هو ثورة 1919، والصورة اللي قدامنا بتوضح بطل ثورة 1919 اللي هو سعد زغلول. سعد زغلول من مواليد محافظة الغربية يوليو 1858، التحق بالأزهر الشريف وتتلمس على يد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. لكن احنا طبعا عايزين نعرف المناصب اللي تولاها، نتعرف عليها مع الأستاذة إيمان. تفضل يا أستاذة إيمان. حبايبي، سعد زغلول يعتبر أهم الشخصيات اللي كانت في تاريخ مصر، وسموه المصريين زعيم الأمة، وسموا بيته زعيم الأمة، سموا بيته بيت الأمة، وكان ليه مكانة كبيرة جدا. أهم المناصب اللي تقلدها انه اشتغل محرر في جريده اسمها الوقائع المصريه. الجريده ديت كان ليها، احنا معانا هنا طبعا شايفين اول حاجه جريده الوقائع المصريه، محرر يعني صحفي، يعني كان بيكتب مقالات فيها. بعد كده الثوره العربيه هو كان مشارك فيها، يعني اثناء الثوره كان مشارك في الاحداث بتاعتها. كمان هو اشتغل في المحاماه، وبعد فترة من شغله في المحاماة اشتغل في القضاء، وكان ليه دور مهم جدا في القضاء وفي المحاماة. يعني كان عنده ثقافة كبيرة جدا أدت إلى أنه شخصيته الوطنية اتكونت، وكان حد بيحب البلد جدا جدا جدا. كمان بعد فترة، عارفين دلوقتي احنا في وزارة التربية والتعليم اللي هي مسؤولة عن التعليم وعن الطلاب، كان زمان يا حبايبي اسمها وزارة المعارف. سعد باشا زغلول تولى وزارة المعارف، ده كان سنة 1906. لما اشتغل في القضاء واشتغل محرر واشتغل في المحاماة، كل ده خلت عنده معلومات كتيرة جدا. وبعد فترة من وزارة المعارف اختاروه وزير للحقانية. الحقانية جاية من الحقوق وجاية من حقوق الناس، يعني دي كانت بمثابة وزارة العدل دلوقتي، كانت زي وزارة العدل. لما اشتغل في وزارة الحقانية اتعين فيها سنة 1910. يبقى احنا كده نعرف اهم المناصب بتاعته اللي اشتغل فيها. الاول خالص كان محرر
ويعني صحفي، بعد كده بشوية اشتغل محامي، بعد كده حبة كمان كده اشتغل في القضاء، و1906 مسك وزارة المعارف اللي هي زي التربية والتعليم بتاعتنا دلوقتي، واتدرج شوية كمان إلى وزارة الحقانية 1910. كمان كان في جمعية كده اسمها الجمعية التشريعية، الجمعية التشريعية دي هو انتخب عضو فيها. الجمعية التشريعية دي عشان تبقوا عارفين كده شكل ايه دلوقتي، شكل مجلس الشعب، بس طبعا ما كانتش بنفس الخصائص بتاعت مجلس الشعب بتاعتنا. وهو سنة 1913 كان عضو فيه او انتخب عضو في الجمعية التشريعية. طبعا بعد كده اكتسب شهرة واكتسب مهارة واكتسب معلومات كتيرة، لحد لما وصل بيه لحد ثورة 19. هنبدأ بقى بعد كده نعرف ايه الاحداث اللي بعد كده، بس تعرفوا اهم حاجة الوظائف اللي هو اشتغل فيها. وبكده زي ما أستاذة إيمان قالت إن هو تولى عدة مناصب، يعني معنى كده إن هو عنده إنه رجل كبير جدا في السياسة، عارف كويس جدا المشكلات اللي بيتعاني بيها مصر أو عانت منها مصر، عانى منها المصريين أثناء الاحتلال البريطاني. إذن فهو خير من ينادي بحقوق الشعب المصري في هذا التوقيت. في هذا التوقيت إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان كانت بداية مرحلة كبيرة قوي، لانها كانت بدأت الحرب العالمية الاولى، يعني احنا هنتكلم دلوقتي عن فترة زمنية بتبدأ تحديدا من 1914، لان دي كانت بداية الحرب العالمية الاولى اللي بدأت في اغسطس 1914. في الوقت ده اعلنت انجلترا حمايتها على مصر. يعني ايه كلمة حماية دي؟ يعني ايه حمايتها؟ يعني هي خلاص هي المسؤولة عنها، زي بالظبط كده احنا بنقول مثلا ان في حاجة تبع الاستاذة ايمان، مثلا بنوتة مثلا الاستاذة ايمان هي اللي مسؤولة عنها. جيت انا وبالقوة ورحت خدت البنوتة دي عندي انا وقلت لا انا اللي مسؤولة عنها. ده اللي عملته بالظبط بالظبط انجلترا، ان هي اعلنت حمايتها على مصر. ازاي؟ اصل مصر في الوقت ده كانت ولاية عثمانية، يعني اللي بتتحكم او الوالي او الخديوي اللي بيحكمها كان بيبقى جاي من الدولة الايه العثمانية. حتى ابناء محمد علي وخلفاء محمد علي كانوا بموافقة السلطان العثماني. لكن انجلترا بعد ما احتلتها دلوقتي خلاص عايزة تقطع صلة مصر بالدولة العثمانية، فأعلنت حمايتها على مصر، يعني مصر تبع انجلترا او تبع بريطانيا وليست لها اي تبعية وليست لها أي علاقة بمين؟ بالدولة العثمانية سنة 1914، وده بدأ تحديدا ديسمبر 1914. تمام؟ وبكده أعلنت إنجلترا حمايتها على مصر. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في هذه الفترة، فترة الحرب العالمية الأولى اللي امتدت من 1914 ل 1918، ساءت أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح جدا جدا جدا. وده سؤال مهم قوي ان يجي يقول لي بما تفسر ساءت احوال مصر الاقتصادية والاجتماعية اثناء الحرب العالمية الاولى. اقول له ليه؟ هي عملت ايه بريطانيا في مصر في هذه الفترة؟ عملت حاجات كتيرة، منها يعني عملت حاجات كتيرة قوي، احنا هنقول حاجات بسيطة منها اللي هي ايه؟ انها جندت اعداد كبيرة من المصريين عشان يشتركوا في الحرب. خدوا بالكم عدد كبير من المصريين هيحاربوا. طب هيحاربوا ليه وتبع مين؟ هيحاربوا تبع انجلترا ضد الدول اللي بتحارب انجلترا. طب احنا مالنا؟ ملناش علاقة. ايوه احنا ملناش علاقة، لكن احنا عندنا احتلال بريطاني وحماية بريطانية، عشان كده انجلترا بقوتها في الوقت ده جندت اعداد كبيرة من المصريين. فلما تجند اعداد كبيرة من المصريين يعني يسيبوا اشغالهم، يعني يسيبوا مثلا الفلاحين هيسيبوا اراضيهم على سبيل المثال، وده طبعا هيؤدي الى مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية. مش بس كده، امال عملت ايه كمان؟ دي كمان سيطرت على الخطوط الحديدية والمواني المصرية والمواصلات كلها عشان تبقى في خدمة القوات البريطانية. خدنا بالنا؟ نقولها تاني؟ نقول تاني. خدوا بالكم ان انجلترا او بريطانيا عملت ايه في مصر اثناء الحرب العالمية الاولى؟
عملت ايه؟ جندت اعداد كبيرة من المصريين في الحرب، سيطرت على المواني وسيطرت على الخطوط الحديدية اللي داخل مصر لصالح بريطانيا اثناء الحرب. ده كله ادى لايه؟ ادى الى ازدياد شعور المصريين ضد الاحتلال الايه؟ البريطاني، لان كذا ساءت احوال المصريين في هذه الفترة. طبعا نتيجة كل ده وسوء الأحوال الاقتصادية كان لازم الشعب يحصل له ثورة، اللي هي ثورة 1919. يا أستاذة إيمان، ثورة 1919 اشترك فيها طوائف الشعب وبتتسمى ثورة شعبية شاملة. يا ريت حضرتك تقول لنا يعني إيه ثورة شعبية شاملة. عندك حق مس فوزية، ثورة 19 كانت ثورة بمعنى الكلمة، بتضم كل أطياف الشعب المصري. طبعا بسبب كل الظلم اللي حسوا بيه المصريين، كل بيت من البيوت اتاخد منه شاب ملوش أي سبب إنه يحارب بره البلد في أعداء مش أعدائنا أصلا، فكل الناس حست إن في ظلم بيقع على ولادهم، فبدأوا يفكروا إزاي إحنا يجرالنا كده، إزاي إن إحنا نتظلم كده. بدأت كل أطياف الشعب تفكر أو تنمي لديها شعور بالوطنية، إن هم مش عايزين الاحتلال الإنجليزي ده يفضل مسيطر عليهم. طيب نعمل إيه؟ نفكر إزاي؟ يعني إيه الشعب كله اشترك؟ لقينا في ثورة 19 المرأة نزلت، ودي كانت أول مرة تحصل في تاريخ مصر. المرأة كانت زمان باستمرار قاعدة في البيت، عدد بسيط جدا اللي بيخرج منهم، لكن إن المرأة تشارك في ثورة مش عايزة الظلم بتاع الاحتلال الإنجليزي، إن طوائف الشعب شباب فلاحين، كمان المسلمين والأقباط نزلوا، كل ده نزل في ثورة 19. ففعلا هي كانت ثورة شعبية بمعنى الكلمة، كل أطياف الشعب اشتركوا فيها. تمام، عشان كده زي ما المس قالت هي ثورة شعبية شاملة لاشتراك جميع طوائف الشعب فيها. ويمكن كمان هنرجع لها بس بعد ما نتعرف مع الأستاذة إيمان على عوامل قيام ثورة 1919. خدوا بالكم يعني إيه عوامل القيام، يعني أسباب أدت إلى حدوث هذه الثورة. اتفضل يا أستاذة. عوامل قيام الثورة تعرفوها لأنها مهمة جدا، وكلمة عوامل يعني أسباب أو الحاجات اللي سببت في إن الشعب كله يقوم، لأ إحنا مش عاوزين الاحتلال البريطاني، لأ إحنا مش عاوزين الإنجليز دول موجودين في مصر بيتحكموا فينا. أول حاجة كل الأحداث دي نمت حاجة اسمها الوعي القومي. يعني إيه الوعي القومي الوطني؟ لأ إحنا مش هنفضل مستحملين ظلمهم لينا، مش هنفضل مستحملين إن هم فرضين الحماية علينا وبيستغلوا سككنا الحديدية وبيجندوا ولادنا. فأول سبب أو عامل من عوامل الثورة اللي تمت، ثورة 19، نمو الوعي القومي. هنا عندنا في السلايز بيقول ازدياد الوعي القومي والدعوة إلى التحرر من الاستعمار، كل المصريين رفضوا الاستعمار. تاني نقطة إجراءات تعسفية. يعني إيه كلمة إجراءات تعسفية يا حبيبي؟ يعني حاجة تتم بدون رضا كل الشعب، حاجة تتم بدون موافقة عليها، وحاجة ظلمة، يعني مش حاجة مثلا فيها مصلحة. الإجراءات التعسفية اللي فرضها الاحتلال البريطاني أثناء الحرب، أثناء الحرب مس فوزية قالت لنا إن هم استغلوا السكك الحديدية، جندوا ناس من عندنا، استغلوا كل موارد مصر. يعني حد بياخد ولادك وبياخد السكك الحديدية بتاعتك بينقل بيها جنود وأسلحة ومشغلها لحسابه، كمان بياخد كل الموارد اللي انت بتزرعها، فده أساء للحالة الاقتصادية. الله، طب وهي دي إجراءات عادية؟ قال لك لأ، دي إجراءات تعسفية، يعني إجراءات ظالمة، حاجة معمولة تضر المصريين وبالغصب بتاخد ولادي، بتاخد الموارد الاقتصادية بتاعتي، كمان بتستغل كل السكك الحديدية والطرق لخدمة الحرب اللي أنا أصلا مش طرف فيها. كمان جه في الوقت ده واحد اسمه ويلسون، الراجل ده كان رئيس لدولة أمريكا. طب عمل إيه ويلسون وإيه علاقته بينا؟ الراجل ده قعد بعد فترة كده قرر أو عمل زي مشروع كده يدي للشعوب حق تحقيق الاستقلال أو إنها تقرر مصيرها. يعني إيه الكلام ده؟ بس فوزية قالت لنا
ان انجلترا فرضت الحماية على مصر وخدت مصر من الدولة العثمانية. طيب بعد كده بقى جه ويلسون ده قال احنا هندي للشعوب حق تقرير المصير. راحوا المصريين مفكرين طب ما احنا كمان لينا حق تقرير مصيرنا، ان احنا اللي نحكم نفسنا وان احنا نسيب انجلترا ما تحكمنيش. طيب ممكن كمان نراجع تاني عوامل قيام ثورة 19 بس مع بشوي. اهلا وسهلا يا بشوي. اهلا وسهلا بشوي، علي صوتك يا بشوي انا مش سامعاك. اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا بشوي. ايوه بشوي معايا؟ ايوه من سوهاج. ايوه اهلا وسهلا احسن ناس. عندك سؤال يا بشوي؟ لا انا عاوز اشارك. عايز تسأل ولا عايز تتسأل؟ لا عاوز اتسأل. عايز تتسأل. طيب الأستاذة إيمان لسه دلوقتي شرح لنا عوامل قيام ثورة 1919، عايزاك تقولهم لي تاني يا بشوي. ازدياد الوعي القومي والدعوة إلى التحرير من الاستعمار. تمام. والإجراءات التعسفية العنيفة التي فرضتها الاحتلال البريطاني على مصر أثناء الحرب العالمية الأولى. تمام. وثلاثة إعلان الرئيس الأمريكي وينسون لمبادئة ومنها حق الشعوب في تقديم مصيرها أي استقلالها. نفي سعد زغلول وزملاء إلى جزيرة مالطا. برافو عليك، نفي سعد زغلول وزملائه إلى جزيرة مالطا، ده برضو من الأسباب بس مش من العوامل. إيه الفرق بين العوامل والأسباب؟ العوامل يعني الحاجات اللي مهدت لقيام الثورة. فكان بعد كده نفي سعد زغلول اللي هنرجع له كمان شوية هيكون الشرارة أو السبب المباشر لقيام ثورة 1919. بس أنت شاطر جدا 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 يا بشوي، وعايزاكم برضو زي ما بشوي عمل بالظبط لما يكون السؤال ده جاي في الامتحان بما تفسر قيام ثورة 1919 تقولوا التلات عوامل زي بشوي ما قالها وكمان نفي سعد زغلول إلى جزيرة مالطا. برافو عليك يا بشوي. وأنت بتتابعنا على طول؟ بشوي أنت بتتابعنا على طول؟ أيوة سمعتك. طيب يا حبيبي عايزينك تتابعنا على طول وفي أي وقت تتصل بينا. مع السلامة. بشوي شاطر جدا. ما شاء الله. ذاكر معانا على طول. مذاكر معانا. وفعلا زي الأستاذة إيمان قالت وزي بشوي ما قال العوامل اللي أدت إلى قيام ثورة 1919 وزود عليها بشوي نفي سعد زغلول إلى مالطا اللي هنتطرق له كمان شوية. وزي ما الأستاذة إيمان قالت الإجراءات التعسفية، الإجراءات الظلمة الشديدة اللي اتخذتها إنجلترا تجاه مصر أثناء الحرب العالمية الأولى، زي تجنيد المصريين وزي السيطرة على المواني والموارد الاقتصادية، وكمان كان في بقى رقابة على الصحف والقبض على الوطنيين، كان ممنوع تمشوا في الشارع، اجتماعات ممنوع ممنوع ممنوع، كل دي كانت إجراءات تعسفية. دي برضو كانت من العوامل. وزي برضو ما قالوا ويلسون ده الرئيس الأمريكي اللي جه وقال عمل مبادئ اسمها 14 مبدأ تحديدا، وكان منهم حق الشعوب في تقرير مصيرها، يعني حق كل شعب انه يقرر مصيره. كل الحاجات دي خلت المصريين يقولوا لا ما احنا لازم نطالب بالحرية ولازم يخرج الاحتلال البريطاني من مصر. تعالوا بقى نتعرف سوا الثورة اللي حصل تحديدا اللي حصل نعملها زي حكاية. ايه بعد ما انتهت الحرب العالمية الاولى وانتصرت الحلفاء اللي هي منهم انجلترا بالضبط سنة 1918 في نوفمبر، في وفد مصري اتألف وكان بزعامة سعد زغلول ومعاه عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي. نحفظ الاسامي دي كويس. نقول تاني ان بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وبعد انتصار الحلفاء اللي من ضمنهم انجلترا، تم تأليف الوفد المصري بزعامة سعد زغلول وكان معاه أصدقائه عبد العزيز فهمي وعلي شهراوي، اللي ذهبوا بقى إلى سلطات الاحتلال الموجودين في مصر بيطلبوهم بالآتي. هيطلبوهم بإيه بقى؟ إحنا عايزين نسافر لباريس. ليه هتسافروا لباريس؟ علشان في مؤتمر هناك اسمه مؤتمر الصلح، وهنيجي كمان شوية ونقول يعني ايه مؤتمر الصلح. مؤتمر الصلح ده كان عبارة عن مؤتمر هيعقد للدول اللي انتصرت في الحرب عشان يتناقشوا فيه، وتحديدا هيجي مفاهيم اتعلمها. فطالبين يسافروا الى باريس لحضور مؤتمر الصلح اللي هنطالب بيه في ايه؟ الغاء الحماية. احنا مش عايزين حماية بريطانية، مش عايزين احكام عرفية. احكام عرفية يعني ايه؟
المحكمة العرفية دي الإجراءات التعسفية اللي هو ممنوع في رقابة على الصحف، ممنوع أي حد يتكلم، ممنوع كذا كذا، دي اسمها أحكام عرفية كانت إنجلترا عملتها أثناء الحرب، ولما كان الوطنيين يرفضوها يقولوا لهم إيه؟ يقولوا لهم إحنا في حالة حرب، إحنا في حالة حرب، فما ينفعش إن إحنا نعمل أي حاجة. نقولها تاني، نقول تاني، هيطالبوا بإيه؟ بالسفر إلى باريس. ليه؟ علشان إلغاء الحماية البريطانية على مصر، علشان إلغاء الأحكام العرفية، علشان إلغاء الرقابة على الصحف والإيه والمطبوعات. أهي بنرجع تاني، إنجلترا عملت إيه ضد مصر أثناء الحرب العالمية الأولى. طيب السلطات الاحتلال هتعمل إيه؟ هتقبل؟ هتقبل ان سعد زغلول يسافر الى باريس علشان يعرض هذه المطالبات؟ لا طبعا هترفض. بس قبل ما نعرف ايه اللي هيحصل على الرفض، تعالوا نشوف مؤتمر الصلح. هو مؤتمر عقدته بعض الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى علشان تناقش الأوضاع السياسية في الحرب او بعد الحرب. نقولها تاني، بيجي السؤال ده مهم قوي، ما المقصود بمؤتمر الصلح؟ اقول له والله هو مؤتمر عقدته الدول الاوروبية. خلاص كده اول جزئية، مؤتمر عقدته الدول الاوروبية. ها تاني حتة، بعد الحرب العالمية الاولى. يبقى عرفنا حتتين ايه؟ عشان ايه؟ عشان يشوفوا او ينظروا الاوضاع السياسية بعد الحرب. كده عرفنا سعد زغلول اللي في الوفد دي، وعرفنا تألف من مين، وإيه هو اللي عايزه، وعايز يسافر ليه. يا أستاذة إيمان، يا ترى سلطات الاحتلال كده هتقول لسعد زغلول أنت عايز تسافر باريس اتفضل تسافر، ولا إيه اللي حصل؟ لا طبعا، سلطات الاحتلال حست بأهمية الحركة والحزب اللي عمله سعد زغلول هو وأعضاء الحركة، وقالوا لا احنا هنرفض ان هم يروحوا لباريس، لانهم لو راحوا لباريس وحضروا المؤتمر بتاع الصلح، ممكن باريس توافق او المؤتمر يوافق، والحاجات دي كان اولها او المطالب بتاعتهم كان اولها ان يلغوا الحماية بتاعة بريطانيا على مصر. طب لو لغينا الحماية، لو سمحت لهم باريس او مؤتمر الصلح ولغينا الحماية، مش هنقدر نستفاد من مصر. كمان لو خلتهم يرفعوا الحظر عن الصحف وعن النشر، ده هيخليهم يكتبوا مقالات اكتر، يخلي المصريين يكتبوا مقالات اكتر ويكتبوا في الصحف اكتر، وده هيخلي المصريين ينمو لديهم الشعور الوطني اكتر. راحت انجلترا رفضت تماما ان سعد زغلول ورفاقه اللي احنا قلناهم عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي ان هم يطلعوا البعثة دي. وبعد فترة من اللي حصل، نعرض السلايز معانا. رفضت السلطات الإنجليزية في مصر التصريح لأعضاء الوفد. اللي حصل إن المصريين غضبوا جدا جدا، وبدأوا يتجهوا لتعبئة الرأي العام إلى رفض الاحتلال. يعني إيه تعبئة الرأي العام؟ يعني يحمسوا الناس أكتر، يعملوا مقالات اكتر، يعملوا خطب اكتر، تخلي الوعي العام ضد الاحتلال ينمو. تمام. بعد كده شهد، يا استاذه ايمان ممكن فتح. حضرتك تساليها سؤال. اهلا وسهلا يا شهد، ازيك يا شهد؟ معانا شهد من بني سويف. الو ازيك يا شهد؟ ازيك يا شهد؟ الحمد لله. عندك سؤال يا شهد، ولا نسأل احنا يا شهد؟ لا ايوه، بس عندي سؤال. انت بتسمعينا ليه بقى من التلفزيون؟ اسمعينا من التليفون وعلي صوتك. سامعه؟ ايوه حبيبتي. ايوه عندي سؤال. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. يا مس انا عايزه اعرف بس ازاي البحر الاحمر من محافظات البيئه الصحراويه هما جايبينه كده في درس خصائص السكان البيئه الصحراويه هما جايبينه من محافظات الحدود. ايوه انا عايزه اعرف بس ازاي من البيئه الصحراويه وهو بيئه ساحليه. تمام. انا تحديدا كده انا ما كنتش عايزه اجاوب على سؤال جغرافيا اللي في اخر الحلقه،
بس هقول لك يعني بسرعه كده، هو محافظه البحر الاحمر فيها جزء ساحلي وكمان بقيه المحافظه صحراويه، ولو انت بصيتي عليها في الخريطه هتلاقي المحافظه دي مساحتها كبيره جدا، فجزء منها على ساحل البحر الاحمر وبقيه الاجزاء في الصحراء الايه الشرقيه. ولو تفتكر الترم الاول مش احنا قلنا حبيبتي ان البيئات المصريه متداخله ولا ايه؟ يعني ايه متداخله؟ فاكرها؟ يعني ايه متداخله؟ يعني احنا ممكن نلاقي اكتر من بيئه في نفس الايه المكان. فهمتي حبيبتي الاجابه؟ ايوه. طيب تحبي بقى تتسئلي؟ انا عايزه اتسئل. تتسئلي في درس النهارده مع ميس ايمان؟ طب اتفضلي يا استاذه ايمان، اسأليها سؤال سهل بقى. هسألها سؤال سهل. حاضر. ازيك يا شهد، عامله ايه؟ تابعانا على طول ولا لا؟ ايوه يا ميس، انا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي. طيب بصي قولي لي، امتى او سنه كام تولى سعد زغلول؟ شكرا شكرا يا حبيبتي. تولى سعد زغلول وزارة المعارف اللي انا قلت لك هي وزارة ايه؟ وزارة التربية والتعليم حاليا. تمام. امتى بقى سنة كام؟ سنة 1906. برافو عليك يا شهد، برافو عليك يا حبيبتي. برافو عليك، جميلة. تابعينا على طول يا شهد، ولو اي سؤال عايزة تسأليه اتصلي بينا على طول. ماشي، نورتينا حبيبتي. طيب بنكمل معاك يا مس ايمان. حضرتك قلتي ان طبعا سلطات الاحتلال رفضت سفر سعد زغلول واعضاء الوفد الى ايه باريس، علشان طبعا مش هيرفضوا المطالب دي، وده ادى الى ان اعضاء الوفد عملوا ايه تعبئه الراي العام الداخلي. كنت حضرتك بتقولي يعني ايه تعبئه الراي العام الداخلي؟ هو فعلا سلطات الاحتلال رفضت انها تدي سعد زغلول ورفاقه تصريح بان هم يسافروا. هم طبعا غضبوا لان هم كانوا عاوزين يعرضوا المطالب بتاعتهم ديت في مؤتمر الصلح، فبداوا يحمسوا الناس اكتر سواء كان بخطب او بمقالات، وبداوا بقى يعبقوا الشعب ب لا احنا مش عايزين الاحتلال، احنا عاوزين نتخلص من الاحتلال الانجليزي دوت لانه احتلال ظالم وليه اجراءات تعسفيه. بعد كده راحت ألقت سلطات الاحتلال الإنجليزي القبض على سعد زغلول. يعني أنا معلش ممكن أسألك كده السؤال ده؟ اتفضلي. أقول لك ما النتيجة المترتبة على قيام الوفد المصري بتعبئة الشعب ضد الاحتلال؟ طبعا القوات الإنجليز خافت جدا جدا من السعودية إيه؟ وقالت لا ده كده هيحصل بقى ثورة أو حركة وطنية، خافوا. فراحوا عاملين إيه؟ قالوا لا إحنا نسيطر على الموضوع بإننا نقبض على سعد زغلول هو ورفاقه ونفوه لجزيرة مالطا. طبعا دي كانت بالنسبة للمصريين مصيبة، كانت الشرارة الأولى لثورة 19، و يعني هي كانت حركة طبعا قومية ووطنية كبيرة، ولكن نفي سعد زغلول ورفاقه إلى جزيرة مالطا تعتبر الشرارة الأولى في ثورة 19. يعني كده بشوي كان شاطر معانا، ولما جاوب وقال إن كمان هضيف على الأسباب اللي أدت للثورة هي سفر سعد زغلول أو نفي سعد زغلول إلى إيه مالطا، وده كانت فعلا الشرارة اللي أدت إلى قيام ثورة 19. ثورة 19 ثورة شعبية شاملة، ثورة بدأت بمظاهرات من الطلبة، الطلبة خرجوا ضد قوات الاحتلال، ما خافوش من بنادق الاحتلال، ما خافوش من عساكر الاحتلال، خرجوا الطلبة، ولما الطلبة خرجوا خرج العمال، خرج الفلاحين، قطعوا الخطوط الحديدية، قطعوا أسلاك التلغراف عشان يمنعوا اتصال القوات البريطانية ببعضها في أنحاء البلاد، طلت حركة الاحتلال البريطاني. يعني مثلا لو في مكان ومكان كانوا بيتصلوا بالتلغراف احنا حصل عندنا كذا وانت حصل عندكم ايه، لا العمال والفلاحين قطعوا هذه الخطوط وقطعوا السكك الحديدية، وما بقاش في تواصل بين الاحتلال وبعضه، بين قوات الاحتلال اللي منتشرة في مصر ايه كلها. وامتدت الثورة من القاهرة، راحت الدلتا، راحت الاقاليم، شاركت المرأة في هذه الثورة، خرجت المرأة إلى الشارع، واللي كان بيعتبر تطور اجتماعي ملحوظ. ويجي يقول لك سؤال، اكتب ما تشير إليه العبارة، اعتبرت أو حدث فيها تطور اجتماعي ملحوظ بخروج المرأة، هقوله إيه؟ ثورة 1919. أو أقول برهن على صحة السؤال الآتي
برهن ايه هو، ان تعتبر ثورة 1919 او احدثت ثورة 1919 تطورا اجتماعيا كبيرا. هقوله لان خرجت المرأة فيها. خرجت ليه؟ خرجت تطالب بالاستقلال والغاء الحماية والاخلاء والافراج عن سعد ايه زغلول. وبكده بنبص قدامنا قد ايه الصور جميلة ومشرفة. صورة قدامنا على الشاشة قدامنا دلوقتي للمرأة المصرية وهي بتخرج وهي شايلة الرايات وشايلة الاعلان بتنادي باستقلال بلادها، وبتقول في الوقت ده لا للاحتلال، الاستقلال التام او الموت الزقام. ده كان الكلام سعد سعد يحيى سعد. وكان شعارات جميلة جدا جدا. وادي صورة وطالبات من المدارس وامرأة وضعيش. ومعانا عز من القاهرة، اهلا وسهلا معايا. الو، اهلا وسهلا. الو، ايوه الو، اهلا وسهلا عز. اه من القاهرة. انا عسير. اهلا وسهلا حبيبي. انت اسمعنا من التليفون لو سمحت. اه ماشي تمام. عندك سؤال؟ ايه؟ لا انا عسير. عايز تتسأل؟ اسألك سؤال بقى قوي جدا كده. اسألك سؤال قوي. سؤال صعب. برهن على صحة العبارة الآتية. اعتبرت ثورة 19 او احدثت ثورة 19 تطورا اجتماعيا ملحوظا. لسه قايلاها. اغششك؟ في حد خرج كده لأول مرة. خروج الايه؟ الصورة قدامك يا عز. خروج المرأة. خروج. طب انا عايزك تتابعنا وركز معايا ماشي، وهنسألك تاني. تمام يا عز، اهلا وسهلا بك يا حبيبي. طيب زي ما احنا قلنا ان المرأة خرجت في الشوارع المصرية مما احدثت تطورا اجتماعيا ملحوظا. بقول تاني اهو، برهن على صحة العبارة، أحدثت ثورة 1919 تطورا اجتماعيا ملحوظا. هقول خروج المرأة إلى الشوارع تنادي بالاستقلال. خرجت وهي بتنادي باستقلالها بعد ما كانت ما بتخرجش أبدا. ونبص على بعد كده كمان، انضمام عنصري الأمة اللي هم مين؟ المسلمين والأقباط. وكانت النتيجة لكده الثورة الكبيرة قوي دي اللي خرج فيها جميع طوائف الشعب، اللي هزت أركان الاحتلال في مصر، أن أفرجت السلطات الاحتلال عن سعد زغلول وسمحت له بالسفر إلى باريس. أفرجت عنه في إبريل 1919. معنى كده أن الثورة الكبيرة دي، الثورة الشعبية دي، عملت إيه؟ هزت الاحتلال وخلتهم غصب عنهم يفرجوا عن سعد زغلول. ما النتيجة المترتبة على ثورة 1919 يبقى الإفراج عن سعد زغلول ورفاقه والسماح لهم بالسفر إلى باريس. يا أستاذة إيمان، سافر سعد زغلول، عانى الشعب وخرج في مظاهرات وخرجت المرأة وخرجت الطلاب ومات ناس كتير على فكرة من الشعب المصري في أحداث الثورة. وسافر أخيرا سعد زغلول إلى مؤتمر الصلح وتحقق الحلم. ماذا بعد ذلك؟ هو فعلا الثورة زي ما حضرتك قلتي كانت يعني نسيج من كل أطياف المجتمع، المسلمين والأقباط والمرأة، دول الثلاثة كانوا حاجة كده يعني أول مرة تحصل. وكل دول طلبوا بأن يفرج عن سعد باشا زغلول، وأفرج عنه فعلا في إبريل. يعني هما تقريبا قعد شهر، وبعد كده راح بقى الناس يعني فرحت أن سعد باشا زغلول هيروح لمؤتمر الصلح. ولكن للأسف الشديد يعني خيبت أماله، ومؤتمر الصلح ده للأسف جه مع إنجلترا. واستمرت الحماية كلمة كبيرة قوي، خيبت أماله فعلا. سعد زغلول كان عنده أمال كبيرة أن تلغى الحماية علشان الدولة تقدر تستقر وتستقل بنفسها. ولكن مؤتمر الصلح رفض وأبقى الحماية بتاعة إنجلترا على مصر، أو حماية بريطانيا على مصر. وبعد فترة المصريين بقى زعلوا وفكروا ان مش يعني مش مؤتمر الصلح ولا فرنسا ولا اي حاجة هي اللي هتجيب حقنا. ايه اللي احنا نعمله عشان خاطر نجيب حقنا؟ قال لك لا، احنا نبص كده معانا. قال لك ان المؤتمر ده خيب الامال، و
أدرك المصريون أنه لا خلاص لهم من الاحتلال إلا بأنفسهم. وبعد فترة، بعد فترة صغيرة جدا، ألقت سلطات الاحتلال مرة تانية القبض على سعد زغلول، لكن المرة دي بقى نفته في حتة بعيدة شوية في جزيرة اسمها جزيرة سيشل بالمحيط الهندي. يعني المؤتمر رفضوا الحاجات أو الطلبات، المطالب اللي كانوا طالبينها، وقررت سلطات الاحتلال مرة تانية إنها تقبض على سعد زغلول ورفاقه ونفته المرة دي إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي. يعني كده تاني مرة يتنفي سعد زغلول قد كده الكفاح الوطني، قد كده مطالب الحرية والاستقلال، إنهاء الحماية، إلغاء الأحكام العرفية، إلغاء الرقابة على الصحف. ده مطالب شعب، مطالب شعب علشانه الأبطال والزعماء طلبوا وقالوا لا إحنا ممكن نموت ونتنفي ونروح هنا وهنا، بس في الآخر نجيب استقلال بلدنا. بلدنا فعلا مرت بمراحل كتير جدا من الكفاح، وزي الأستاذة ما قالت، خيب مؤتمر الصلح آمال المصريين. كلمة كبيرة جدا جدا، خيب آمال المصريين. إزاي؟ إحنا كان عندنا أمل تتلغي الحماية، كان عندنا امل ناخد استقلالنا في هذا المؤتمر. انتوا قلتوا ان انتوا في المؤتمر ده هتناقشوا الامور والاوضاع السياسيه في العالم، وخصوصا بعد الحرب العالميه الاولى. وكان من على فكره يا استاذه ايمان، كان من ضمن الحضور في هذا المؤتمر ويلسون الرئيس الامريكي اللي قال حق تقرير المصير. هو للاسف طلعت كل هذه الكلمات لم تكن لها اصل من الحقيقه، لانهم ايدوا الحمايه وقالوا لا، يبقى الاحتلال البريطاني في مصر، تبقى الإجراءات التعسفية، تبقى الأحكام العرفية. كانت نتيجة كده اتجددت الثورة مرة أخرى، وخرج الشعب مرة أخرى يطالب بالاستقلال. لكن سلطات الاحتلال تعمل إيه؟ تنفي سعد زغلول مرة أخرى إلى إيه؟ سيشل، اللي هي جزيرة في المحيط الإيه؟ الهندي. وفكركم بحاجة، قبل كده برضو كان فرنسا كانت واقفة مع مصطفى كامل، ولما وقفت مع مصطفى كامل جه الوفاق الودي وتخلت عنه. يعني كده دلوقتي اتأكد للشعب المصري ولزعماء الشعب المصري ان الاستقلال لن يأتي الا بجهود المصريين، وليس بوقوف الدول الأوروبية مع مصر، وانما بزعمائها، بطلبات شعبها، بإصرار شعبها على الايه؟ الاستقلال. طيب يا ترى الشعب بقى المرة دي هيقف تاني ساكت مثلا كده؟ لا، الشعب صحي، الشعب عمل ثورة، وثورة شعبية شاملة. فالثورة استمرت بعد نفي سعد زغلول إلى سيشل. ما النتيجة المترتبة إلى نفي سعد زغلول إلى سيشل؟ اشتدت الثورة مرة أخرى، ولجأ المصريين لسلاح جديد اللي هو إيه؟ المقاطعة. قاطع المصريين البضائع والسفن والبنوك الإنجليزية، قالوا مش هنشتري منكم حاجة. ده يحصل لهم نوع من البوار، الكساد. فاكرين في حلقة فاتت أنا قلت لكم إن إنجلترا لما احتلت مصر فرضت سياسة عليها، منها إن هي تاخد القطن المصري خام وتصدره لبلادها وتصنعه وتجيبه وتبيعه في مصر. فمصر بالنسبة لها سوق، سوق كبير، بتشتري يعني تاخد منه المواد الخام وتبيع له. لا، المصريين في الوقت ده قالوا مش هنشتري منتجاتكم، فيحصل لهم كده خسارة، وخسارة اقتصادية. يعني بنتعبكم وبنوجعكم جامد قوي، احنا مش هنتعامل لا مع بنوككم ولا سفنكم ولا البضائع بتاعتكم الا لما تنفذوا مطالبنا. فده اربك السلطات الانجليزية، وصارعت المرة دي وأفرجت مرة أخرى عن سعد زغلول. يعني مرتين المصريين أجبروا السلطات الاحتلال عن الإفراج عن سعد زغلول. المرة الأولانية لما نفيته إلى مالطا نتيجة ثورة 19 أفرجوا عنه وسفروه إلى باريس، والمرة الثانية هي لما نفيته إلى جزيرة سيشل نتيجة مقاطعة المصريين للبضائع أفرجت عنه المرة دي ورجع على مصر يكمل كفاحه. يا أستاذة إيمان، نتيجة الوعي الوطني ونتيجة كفاح الشعب. بس قبل ما أسألك السؤال نشوف خالد معانا. أهلا وسهلا معايا خالد. خالد أهلا وسهلا، ازيك يا خالد؟ عامل إيه؟ ياهلا. صوتك عالي بقى كده واسمعنا من التليفون. أنت من يا خالد؟ مش بالشرقية أحسن ناس. أهلا وسهلا، عندك سؤال؟
الو، ايوه يا شكرا. خالد، لا عايز اتسأل، عايز تتسأل؟ عايز اتسأل. عايز تتسأل، طيب ماشي. طيب قول لي بقى كده، ما النتيجة المترتبة على مقاطعة المصريين للبضائع الإنجليزية؟ المصريين قطعوا البضائع الإنجليزية، إيه النتيجة اللي ترتبت على كده؟ معايا يا خالد؟ أنا لسه قايلة من شوية إيه؟ إن هيبدأ الاحتلال يرجعوا في كلامهم تمام ماشي. وأفرجوا عن إيه؟ خالد؟ عن شعب زغلول. برافو عليك، انت بتسمعني برضو من التلفزيون، اسمعني من التليفون يا خالد. افرجوا عن سعد ايه زغلول. يبقى هقول لك السؤال تاني وتجاوبه تاني، ما النتيجة المترتبة على مقاطعة المصريين للبضائع الانجليزية؟ الإفراج عن سعد زغلول. تمام. وفي مرة قبل كده افرجت عنه برضو، كان فين بقى؟ ها؟ لما كان في جزيرة ايه؟ عندما نفته إلى جزيرة مالطا ايوه بالمحيط كمل. مالطا ايوه كان في جزيرة مالطا، ونتيجة ثورة بالبحر 19 تم المتوسط. الافراج ايه عنه. انت بتتابعنا على طول؟ اي يا خالد؟ طيب يا خالد تابعنا على طول، ولو اي سؤال اساله لنا. طيب بنكمل معاك يا استاذة ايمان، برضو من نتائج الثورة ومن نتائج الوعي الوطني للمصريين أصدرت بريطانيا تصريح خطير جدا، عايزين نفهمه معاكي. هو فعلا زي ما حضرتك قلتي، كل الأحداث اللي حصلت ديت، أول حاجة نفو سعد زغلول لجزيرة مالطا، قامت الحركة الشعبية ديت اللي احنا قلنا عليها. تاني خطوة راحوا نافينه كمان مرة لجزيرة سيشل في المحيط الهندي. المصريين بقى وعيهم زاد ودماغهم زادت معرفة، وطلبوا أكتر بحقوقهم وحريتهم. راحوا مقاطعين كل البضائع وكل السفن، وزي ما ميس فوزية قالت لنا انها كانت مصر بالنسبة لهم سوق، فكانوا بيبيعوا كل الحاجات دي وبيدخل لهم ربح كتير. فلما السوق ده يتقفل، راحت انجلترا سمعت الكلام وافرجت عن سعد زغلول من النفي المرة التانية، وعملوا حاجة مهمة جدا جدا، عملوا تصريح اسمه تصريح فبراير سنة 1922. يعني هو عبارة عن إجراء ناتج عن من ضغط ضغط المصريين، المصريين. ضغط تمام. المصريين على السلطات الإنجليزية أدى إلى تصريح فبراير ده. وتصريح فبراير ده أول حاجة فيه كانوا رافقوا أو وافقوا بإن مصر هترفع الحماية عنها، تمام. ولكن رفعت إنجلترا الحماية عن مصر بشروط. هنعرف الشروط دي شرط شرط نشوفها معانا. الشروط دي أول حاجة كانت تأمين المواصلات الإنجليزية في مصر. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إحنا خلاص رفعنا الحماية عنكم، لكن المواصلات إحنا المسؤولين عن تأمينها. تاني حاجة الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي. طب إنجلترا كده، بريطانيا كده إدتنا حرية ولا برضو لسه مسيطرة علينا؟ قالت لك والله هو ده تصريح 28 تمام. فبراير. أول نقطة إن أنا أأمن المواصلات الإنجليزية في مصر. تاني حاجة إني أدافع عن مصالح عن مصر ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي. تالت نقطة كانت حماية الأجانب أو الأقليات اللي موجودة في مصر. يعني يا إنجلترا يا بريطانيا، أنت اديتينا تصريح 28 فبراير وبرضو متحكمة في الطرق ومتحكمة في حمايتنا ومتحكمة كمان في الأجانب اللي موجودين في مصر. قالت ونقطة كمان تانية، حاجة كمان، إن هيفضل الحكم في السودان على الاتفاقية القديمة. كان في اتفاقية سنة 1899 على الحكم في السودان. الاتفاقية دي بتقول إن هيبقى الحكم ثنائي بين مصر وإنجلترا على حكم السودان. طب انت كده عملتي ايه؟ اديتينا حرية ولا ما اديتيناش؟ اديتينا استقلالنا ورفع الحماية ولا ما اديتيناش؟ يبقى البنود اللي أقر بيها تقرير أو تصريح 28 فبراير أو الشروط بتاعته، أول حاجة ألغيت الحماية تماما، ولكن إنجلترا سيطرت أو تبعت مصالح الأجانب. رقم اتنين، أشرفت على السكك وعلى المواصلات، وكمان هتتدخل لحماية مصر من أي تدخل خارجي أو أي عدوان خارجي. هي برضو عايزة تفضل مسيطرة على مصر مش تمام فوزية. تمام آخر حاجة اللي هو الاتفاقية الثنائية. يعني زي ما حضرتك قلتي كده،
بداية هو عبارة عن نوع من التهدئة، المصريين ثورتهم ما انتهتش وعمالين بيتجدد الثورة عشان الاستقلال، فحبت تهديهم انا هديكم الاستقلال. راحت عاملة لنا ايه بقى؟ تصريح 28 فبراير 1922، تصريح 28 فبراير 1922، عنوان مصر دولة مستقلة. الله جميل، مصر دولة مستقلة، احنا استقلينا، وإلغاء الحماية البريطانية على مصر. ياه، انتوا اديتونا أحلامنا كده، خلاص الحمد لله. بس ليا شروط. ايه الشروط يا فندم؟ واحد، الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي. ليه؟ طب انتوا هتدافعوا عننا ليه؟ مش احنا دولة مستقلة؟ ما احنا هندافع عن نفسينا. لا، احنا اللي هندافع عنكم. طيب ماشي، وفي شرط تاني؟ حماية المصالح الأجنبية والأقليات. إيه الأقليات؟ مش إحنا عندنا أقليات في مصر كانت نتيجة الامتيازات الأجنبية القديمة؟ شوية فرنسيين على شوية إنجليز على شوية أسبان، على الناس اللي كانوا بيعملوا الامتيازات الأجنبية كانوا موجودين في مصر، مين اللي هتحميهم؟ إنجلترا. طب وإنجلترا تحميهم ليه؟ مش إحنا دولة مستقلة؟ لا، إحنا اللي هنحميهم. وأن يبقى الوضع في السودان على ما هو عليه، تبع الحكم الثنائي سنة 1999. دي كانت اتفاقية عملتها إنجلترا أول ما دخلت مصر في بداية احتلالها تقريبا، وبعد كده راحت قالت إيه؟ إن السودان تتحكم حكم ثنائي مصري إنجليزي، وكمان تأمين المواصلات الأجنبية أو الإنجليزية داخل مصر. الله، يعني أنا بقول مثلا إن الأوضة دي ما فيهاش غير مس فوزية ومس إيمان، وفجأة تلاقوا ناس تاني معانا. ما هو ده اللي حصل. احنا قلنا دولة مصر دولة مستقلة، مفيش انجليز، ما ده الاستقلال. لا، لقينا الانجليز هم اللي بيحموا الاقليات، هم اللي بيدافعوا عن مصر، هم اللي بيحموا المصالح الاجنبية. هو ان يبقى الوضع في السودان على ما هو عليه كده، ده مش استقلال، بيتسمى استقلال سوري، بيتسمى استقلال سوري. يعني سوري يعني استقلال على الورق. طبعا في الوقت ده الأستاذة إيمان مجموعة من السياسيين قالوا طيب ما هو مش الاستقلال مش هيجي مرة واحدة، يعني مش مرة واحدة كده هنلاقي الإنجليز خدوا قواتهم وخرجوا، نوافق كده حتى ولو كان سوري ونشوف لإيه هنوافق، لأنه هيدينا بعض النتائج اللي مش موجودة عندنا في الوقت الحالي. يعني هو مش استقلال حقيقي واستقلال سوري، لكن هنوافق عليه علشان هو نتيجة الموافقة دي هيترتب عليه حاجات تانية، اللي هو إيه؟ على سبيل المثال إن إحنا يحدث إن السماح بوضع دستور للبلاد، وفعلا تم وضع دستور 1923 وأجريت الانتخابات العامة، ونال الوفد بزعامة سعد زغلول أغلبية كبيرة جدا، وتشكلت حكومة، أول حكومة دستورية في مصر، ودي كانت سنة 1924. تاني نتيجة إن الحكومة المصرية وافقت بالتصريح اترتب عليه مجموعة من الحاجات اللي جديدة بالنسبة لنا، وحاجة تعتبر في صالحنا، اللي هي إيه؟ إن يبقى عندنا دستور. يمكن الولاد يجي يقولوا لنا يعني دستور؟ الدستور دي اللي هي الوثيقة اللي بتحدد القوانين الحكم في الدولة، يبقى عندك قانون، يعني نقول حقنا كذا ودستورنا بيقول كذا. المصريين لأول مرة يبقى ليهم دستور كان سنة 1923، ودي نتيجة رائعة. نقول تاني من نتائج التصريح ان اصبح لمصر دستور سنة 1923، وتعاملت الانتخابات العامة، وفي الوفد بزعامة سعد زغلول بقى هو ليه أغلبية مطلقة، فتشكلت أول حكومة برلمانية أو بنسميها دستورية في مصر سنة 1924. وده بكده نتيجة رائعة جدا جدا جدا، ما كانش يعني تعتبر خطوة من خطوات الاستقلال، حتى ولو كان التصريح ده تصريح مؤقت. وبكده يا أستاذة نبص نلاقي حاجة، نلاقي ان ثورة 19 ادت لنا حاجات كبيرة اوي، شكلت لنا وعي، خرجت المرأة فيها، شارك فيها الطلاب، شارك فيها العمال، شارك فيها الشعب كله، اترتب عليها ان القوات البريطانية عملت حساب للشعب المصري مرتين، مرة الافراج والافراج، حضرتك تقوليهم لي. هي اول طبعا حضرتك زي ما قلت يا مس فوزيه، القوات الانجليزيه بريطانيا بدات تعمل حساب للشعب المصري. تمام. اولا هي اول مره نفت سعد زغلول لمالطا،
لجزيرة مالطا، ما فكرتش ان المصريين هيطلعوا بالطريقة ديت وقالت لك ده شعب مسكين ومغلوب على امره، لا ده لقت كل اطياف الشعب طلعت، المرأة، الطلاب، الفلاحين، وكان في شعار بيقولوا في الثورة يحيى الهلال مع الصليب، سعد سعد يحيى سعد، كل ده خلى القوات الانجليزية والحكومة بريطانيا تخاف. لما خافت راحت رجعت في كلامها وافرجت عن سعد زغلول، حبه كمان شويه كمان، وبرضه فضلت الحركه الوطنيه شغاله، راحت نافياه هو واصحابه كمان مره لجزيره سيشل، راحوا ضاغطين كمان مره المصريين، بعد ما ضغطوا برضه افرجوا عنه. ضحكت بقى علينا بريطانيا بموضوع 28 فبراير ده، بس التصريح ده بس برضه كان ليه نتائج كويسه في وضع الدستور والتشكيل والحكومه، ايه برلمانية او دستورية، لكن بعد كده مرت الاحداث وخرج بعد كده قاد سعد زغلول فترة طويلة طبعا من الكفاح الى ان توفى 1927. وبكده بنكون وصلنا بنهاية حلقتنا النهاردة، يا رب نكون قدرنا نراجع لكم كويس على الدرس وتكونوا استفدتوا. اهلا بيكي يا استاذة ايمان، شرفنا بيكي. اهلا بحضرتك، وان شاء الله الحلقة الجاية ان شاء الله بنكمل سوا، ودايما تتابعونا، مع السلامة.